مرحبا، معكم أشرف صباح وفيديو جديد في قناتكم سيلفي سبورت. اليوم موضوعنا عن جنة كرة القدم القبيحة، صاحب مدرسة الكرة سيئة السمعة الذي جعل لأتلتيكو مقعدا بين كبار أوروبا. تعالوا نحكي عن التشولو دييغو سيميوني. دييغو تربى على كرة رائعة، تربى على منتخب الأرجنتين اللي فاز في كأس العالم سنة 78 و86. في صغره كان مصر على أن يكون لاعب كرة قدم، وبالفعل انضم إلى أكاديمية فيلد سارسفيلد في منتصف الثمانينات. وقتها أطلق عليه مدربه أوسكار نيسي لقب تشوليتو بسبب مواقفه القتالية في الملعب. دييغو كان لاعب من الطراز الرفيع في وسط الملعب، لعب لأندية مشهورة مثل أتلتيكو، إشبيليا، ولاتزيو، لكن فترته المؤثرة عليه من ناحية الأفكار الفنية كانت في إنتر ميلان. سيميوني اتدرب تحت قيادة المدرب الإيطالي جيجي سيموني في إنتر ميلان. من الطبيعي بس تكون لاعب وسط لعبت في نادي إيطالي تحت قيادة مدرب إيطالي بيلعب في أسلوب الكاتيناتشيو وهو أسلوب دفاعي بحت، فالطبيعي إنك تتأثر كثير في هاي الأفكار. سيميوني كان لاعب وسط بجانب لاعبين مثل زانيتي وكاويت ووينتر، وأمام دفاع كان دائما يطلب منه القتال خلف كل كرة والضغط باستمرار على الخصم. وصرح عنه جيجي في تلك الفترة بأن سيميوني كان مدربا في الملعب وتوقعت بأن يكون مدرب عظيم في المستقبل. أصبح مدرب عام 2006 وبدأ في تدريب أندية أرجنتينية. حقق الدوري الأرجنتيني بعد غياب 23 سنة لنادي استوديانتس، وأيضا حقق نفس البطولة مع ريفر بليت. درب كاتانيا كتجربة مهمة في مسيرته بحيث ساعدهم على النجاة من الهبوط وإنهاء الدوري في المركز الثاني عشر. حكى سيميوني عن هاي التجربة بأنها كانت تجربة كثير مهمة ومحطة تعليم مهمة في مسيرته، بحيث كان يواجه صعوبات كثيرة في الشجاعة وتطبيق الأفكار. وأيضا صرح في وقت آخر بأنه أتلتيكو لديه كثير من الجوانب الإيطالية. إذا كان اللاعب هو اللي بيجذب الجمهور لتشاهد كرة القدم، فالكرة نفسها هي اللي بتجذب اللاعبين ليختاروا الكرة لتكون مصدر رزقهم. اللمس الأولى، التمريرة الساحرة، المراوغة الخيالية، وفينش وهدف لا يصدق، كلها هاي مقدمات لجمال كرة القدم. الكرة إشي كثير سهل إنك تغرم في حبها، وصعب جدا إنك تتركها. إنك تطالب اللاعب إنه يتخلى عن الكرة زي كأنك عم تطلب منه إنه ينسى أكثر بنت حبها، وهذا الإشي بالفعل اللي طلبه سيميوني لما بدأ في تدريب نادي أتلتيكو مدريد عام 2011، في وقت كانت الكرة الإسبانية في أوج عطائها، يورو 2008، كأس العالم 2010، وأسلوب السيطرة على الكرة والتمريرات القصيرة أو كما يشاع عنه في التيكي تاكا. برشلونة أيضا في 3 ألقاب متتالية في الدوري وبطولتين في الشامبيونز ليج في نفس الأسلوب، بدأ الكل في التغني في هذا الأسلوب ومحاولة تقليده. الجماهير كانت مغرمة في المستويات اللي بتشوفها، وأصبحت كرة القدم تنظر من منظور السيطرة على الكرة، التمرير القصير، وخط الدفاع المتقدم. هاي الأفكار اللي أغرت الجماهير. في الجانب الآخر من العاصمة كان ريال مدريد في أوج عطائه المادي من تعاقدات كبيرة مثل كاكا، رونالدو، بنزيما، وصولا إلى أوزيل، ديماريا، مودريتش. كان فريق مليء في النجوم. رغم كل هالصعوبات والتنافس إلا أن سيميوني جعل من نادي أتلتيكو نادي مميز جدا، نادي موجود في المنافسة، ونادي منضبط فنيا، معروف في الانضباط التكتيكي، معروف في الأفكار الفنية المختلفة، وأيضا بأنه نادي دائما يبحث عن النتائج والفوز رغم اختلاف جودة العناصر، وبأسلوب جديد غير عن اللي كان موجود في ذلك الوقت في الساحة العالمية. إجا سيميوني تخلى عن الكرة، لعب خلف الكرة، وأصبح لأتلتيكو مدريد اسم كبير في أوروبا، وأصبح لإسبانيا 3 أندية كبار في أوروبا. في البداية لما بدنا نحكي عن أسلوب لعب، فمن المعروف عن أتلتيكو سيميوني هو أفكار الدفاع المنخفض، الفريق الذي يدافع باستمرار ويغلق كل المساحات الممكنة على الخصم ويمنع من أي فرصة لاختراق خطوطه. عند بناء الخصم للهجمة يدافع سيميوني في 4-4-2 في مركزية متوسطة قليلا. فمثلا سيميوني لا يدافع في ضغط عالي مثل بيب أو كلوب، لا، سيميوني يدافع ويضغط لأجل إغلاق المساحات في عمق الملعب. يبدأ سيميوني التمركز في 4-4-2، المهاجمين مهمتهم الرئيسية منع التمريرات من الدخول إلى عمق الملعب، وهي مهمة سيميوني، منع الكرة تتجه إلى عمق ملعب فريقه. بهاي الحالة الخصم رح ينجبر يذهب إلى الأطراف. بهاي الحالة صحيح الخصم مسيطر على الكرة، لكن سيطرته رح تكون سلبية. ليش؟ لأنك أنت عزلت الأماكن المهمة يكون فيها مسيطر على الكرة، أنت رح تخليه يسيطر في أماكن سلبية، رح يمرر تمريرات سلبية وتمريرات غير فعالة، بما أنك عازل محور الخصم عن بناء الهجمة رح يتجه إلى الأطراف وتكون تمريراته سلبية. وبنفس الوقت الفريق جاهز ليعمل مرتدة سريعة إذا استعاد الكرة في مناطق عالية في الملعب. ليش؟ لأنه اللاعبين بيدافعوا كأنهم قراب من بعض وبيهاجموا وهم قراب من بعض، الفريق كلياته ككتلة واحدة في الملعب.
بهالحالة راح ينجبر الخصم يذهب للأطراف، مع ذهاب الخصم إلى الأطراف راح يرتفع جناح الفريق ويضغط على الظهير الخصم، بنفس الوقت المهاجم راح يسكر أي مجال لتمريرة عمودية على الفريق، وأيضا راح يرتفع الفريق كامل إلى تلك الجهة. الحلو في أتلتيكو هو مرونته في الحالة الدفاعية، ما عنده مشاكل يضغط بشكل عالي على الخصم إذا الخصم صار يمرر تمريرات خلفية ويحاول يستدرجه لمناطق أعلى في الملعب. تتحول مهمة المهاجمين لأنهم يضغطوا على الكرة بشكل عالي، بيرتفع المحاور اللي يضغطوا على محاور الخصم، بتكون مهمة الفريق إنه أيضا يمنع أي تمريرة عمودية ويجبر الخصم على التمرير الطويل أو الهجوم من الأطراف. عند خروج الخصم من الضغط يبدأ سيميوني في تشكيل الجدارات الدفاعية، جدار دفاعي من 4 لاعبين في أول خط، جدار ثاني من 4 لاعبين في ثاني خط، ومن ثم المهاجمين. فكرة أنك تكسر خطوط دفاع أتلتيكو وتلاقي مساحات لما يكونوا في هاي المركزية جدا 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 صعبة، الفريق بيكون منكمش ومسكر أي فكرة هجومية ممكن تحاول تعملها، يعني أنك تهجم من أنصاف المساحات راح يكون صعب جدا، تتحرك بين الخطوط راح تلاقي دائما واحد بيلحق فيك. ما عندك حل ضد هيك فريق إلا أنك يا تسدد من بعيد أو ظلك ترفع، وإذا أيضا اعتمدت على العرضيات فأنت راح تلعب عرضيات ضد فريق جدا مميز في الكرات الهوائية. مع الكرة سيميوني بيحب لاعبين من نوعية كوكي وليورنتي، عندهم نظرة جيدة على الملعب، بيتواجدوا في منطقة مركزية في الملعب وبيمدوا اللعب بتمريرات سريعة وعمودية. سيميوني بيحب يهجم في أسلوب مباشر، تمريرتين ثلاث بيكون واصل ملعب الخصم. طبيعة الحال أكيد فكرة سيميوني الأولى للهجوم وهي الارتداد السريع، الخصم بيكون متجه لأماكن عالية في الملعب، مرتفع في مناطقه، فأكيد راح يترك مساحات كثيرة خلفه. الفكرة الأساسية في دفاع سيميوني أنه يعتمد في هجومه على المساحات خلف دفاع الخصم. التحول السريع من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية هي الفكرة الأولى هجوميا عند سيميوني، استغلال المساحات على الأطراف وفي ظهر المدافعين بتمريرات سريعة عمودية وأسلوب مباشر هي الفكرة الأساسية في هجوم سيميوني. كل هذه الأمور الفنية ساهمت بالحصول على نتائج مميزة لفريق قاعد ينافس مثل ريال مدريد وبرشلونة. أتلتيكو مدريد مع سيميوني حقق 7 بطولات، الدوري الإسباني، السوبر الإسباني وكأس إسبانيا، مرتين الدوري الأوروبي ومرتين سوبر أوروبا. قبل أن يدرب سيميوني أتلتيكو مدريد خلال 56 سنة من تاريخ أتلتيكو مدريد لم يصل أبداً إلى الأدوار الإقصائية إلا في 7 مرات. خلال 9 سنوات مع سيميوني وصل أتلتيكو مدريد 7 مرات إلى الأدوار الإقصائية. ومش هيك بس، سيميوني مع أتلتيكو مدريد وصل مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. كل هاي النتائج تعود إلى الشخصية العظيمة اللي زرعها سيميوني في روح اللاعبين، والشخصية العظيمة اللي بناها أتلتيكو مدريد، والشخصية الفنية اللي زرعها سيميوني في منظومة الفريق. صار معروف إنه نادي أتلتيكو مدريد نادي منظومة فنية، يعني مهما تغير اللاعبين، وفعلا كل سنة بيتغير لاعبين كثير عند سيميوني، ورغم هيك بتظل الجودة الفنية موجودة. ليش؟ لأنه سيميوني بنى منظومة فنية، بنى هوية فنية لهذا النادي، هوية راح يحافظ عليها لسنين كثير لقدام. تتفق أو تختلف مع أسلوب الفني، لكن عليك احترام دييغو سيميوني يا رفاق. هالمدرب إجا وعمل ثورة فنية وقدم لحظات لن ينساها أي عاشق لكرة القدم. رأسية جودين التاريخية ضد برشلونة وتحقيق أتلتيكو مدريد وأخيرا للدوري بعد 18 سنة غياب عام 2014، الكوبا دي ري عام 2013 ونهائي الكأس المجنون ضد ريال مورينهو، ولحظات كثيرة كثيرة لتشولو دييغو سيميوني على مقاعد البدلاء لن ينساها أي عاشق للكيان. تتفق أو تختلف، أسلوب ممتع أسلوب ممل، بالنهاية هو رهان ناجح وعمل منظومة فنية جابت بطولات ونتائج مميزة ضد فرق عالمية، وبالنهاية سيخلد اسم لتشولو دييغو سيميوني كمدرب تاريخي في أتلتيكو مدريد، ومسيرته مع أتلتيكو مدريد رح يحكي عنها الكثير والكثير من كتب كرة القدم، وما زال للنهاية حكايات كثيرة، ما زالت للرواية تكملة، لأن دييغو سيميوني ما زال مدرب مع أتلتيكو مدريد ومقدم مستوى جدا ممتاز وموسم كبير. وبهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى تكون عجبتكم الحلقة، بتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبيس.